اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فإن الحديث اليوم عن القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الشفاء إذا تمكن داؤه. القرآن الذي فيه الراحة، الذي فيه النور، الذي فيه الهداية، الذي هو دستور الدساتير، وهو النبراس الذي يكون لنا في هذه الدياجير. الإنسان يقول إنه مسلم ويقول إنه تابع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كلها دعاوى طيبة جميلة، لكن ما حقيقتها؟ يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. الآن أريد أقول لأولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وبالتعايش مع القرآن الكريم، لابد أن يكون لكم حظ ونصيب ثابت من القرآن الكريم. يعني ما هو وردك القرآني؟ شو هو الورد تبعك؟ شو هو حظك من القرآن الكريم؟ الله الله الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن الكريم كثرة قراءته وكثرة ترداده هو أمارة وعلامة على محبتك لله عز وجل. فيا أيها الحافظ للقرآن، وأنا تعجبني كلمة لأحد علماء الشام كان يقول: يا بني أنت يحفظك القرآن، أنت محفوظ بالقرآن، فقد شرفك الله بحمل القرآن الكريم لأنه ربيع القلوب ونور الأبصار وجلاء الهموم. من حافظ على تلاوته بصدق وتدبر كتبت له حسنات وحطت عنه السيئات ونال عظيم الدرجات، وكان القرآن له شفيعا في الموقف العسير يوم القيامة. لذلك كان الصفة الصفوة من أولئك الناس، كانوا حريصين على أن يعيشوا مع القرآن الكريم تلاوة وحفظا وسلوكا وترتيلا وفهما والتزاما وتطبيقا، فكانوا حملة للقرآن ورافعين لرايته رضي الله عنهم. الآن خلينا نستعرض الآيات القرآنية التي تتحدث عن القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لاحظوا أن القرآن بينزل في مكان، في زمان يقدس الزمان والمكان. ليلة القدر، شو هي ليلة القدر؟ هي ليلة كأي ليلة من الليالي، صارت ليلة القدر، يعني ليلة الشرف، ليلة الرفعة والمكانة العظيمة بالقرآن. فرفع الله قدرها وشأنها وشأوها بالقرآن. فإذا أردت أن يرفع الله قدرك وشأنك فعليك بالقرآن. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي آية أخرى أيضا سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. شو معناته ومن بلغ؟ يعني هذه الآية جاءت في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ما هو حظك من القرآن؟ هل القرآن فقط من أجل
السيجا والبياد والنهاوند وكذا، وين وين شو هو شو هو عشقك وحبك للقرآن؟ في ناس بتسمع القرآن مباشرة بيقول لك مين مات، يعني كأنه سبحان الله القرآن مرتبط بالأموات. لا، القرآن للأحياء. قال تعالى عن القرآن الكريم: لينذر من كان حيا. فما هو حظك من تلاوة القرآن؟ الآية الرابعة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية الخامسة: أنا أستعرض الآيات التي وردت فيها كلمة القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية السادسة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الآية السابعة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. آيات كثيرة: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. أول شيء، شو هو القرآن؟ القرآن هو القرآن، القرآن هو بمعنى هو كلام الله المعجز المنزل، كلام الله أول شيء، يعني كلام الله يعني خرج كلام البشر، المعجز المتعبد بتلاوته، المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذا قرآن. طيب، شو حظك منه؟ كم تقرأ من القرآن؟ كم تفكر تتدبر من القرآن؟ هذه نقطة كتير مهمة. أنا قبل قليل بدأت حديثي: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. ليه؟ لأن للأسف صار القرآن مرتبط عند بعض الناس، عند بعض المسلمين حتى أكون أمينا، مرتبط بقضايا شعائرية. يعني إذا واحد بده مات تجيبنا واحد يقرأ قرآن، أو مثلا للتبرك بمناسبة اجتماعية يلا بيقرأوا لك قرآن، بدهم يفتتحوا حفلة، كانوا أيام زمان يفتتحوا التلفزيون بالقرآن، هلأ ما بعرف كمان. فالقرآن ما في شك القرآن بركة، القرآن خير، لكن ما هذا هو القرآن؟ يعني ماذا يريد منا القرآن؟ شو بده منك القرآن؟ قال العلماء: أول شيء يريده منك القرآن أن تؤمن به. الدليل في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن مين؟ من لم يقم حلاله وحرامه. يعني أنت بدك تآمن بالقرآن، أول شيء تآمن فيه، تقيم حدوده، تطبقه. فإن عشت هذه الحالة ينبغي أن وحفظت شيئا منه، إن كان جزءا أو جزئين أو 15 أو إلى آخره، بده يكون عندك حصة لمراجعة هذا القرآن. ليش؟ لو إنسان عنده يعني رأس مال وكل يوم عم يربح، إذا وصل إلى ربح معين وهو يفقد وينزف رأس ماله ما في شيء. يعني بمعنى أنت حفظت الآن مثلا الجزء الأول من القرآن سورة البقرة، الجزء الثاني، الجزء الثالث، بدأت بآل عمران. طيب أنت ماشي بسورة آل عمران ونسيت سورة البقرة مثلا، ليش عم تنسى؟ لأنك لا ليس لك ورد من القرآن. وين وردك من القرآن؟ بدك يكون عندك مراجعة. فمثل حافظ القرآن كالحال المرتحل، كل ما انتهى بيرجع، دائما يكون عندك كل يوم. وأفضل وأنفس مكان تقرأ به القرآن وتراجع فيه القرآن هو الصلاة. لذلك قال العلماء: إنما يمكن أن تصقل به حفظك من القرآن هو المحراب. اقرأ مثلا ما تحفظه من القرآن في السنن في كذا حتى تمكن حفظك من القرآن الكريم. حتى أن بعض السلف كان يقول: من قرأ الخمسة لا ينس. يعني كل يوم عنده خمس أجزاء قرآن. القرآن كم جزءا؟ القرآن 30 جزءا، 5 × 6 = 30، يعني تقريبا كل 6 أيام يختم ختمة من القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بدك الله يشفع لك، بدك الله يكرمك، خليك مع القرآن. الإمام السيوطي له كلمة بديعة، كان يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. طيب، وأخرج الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن. وبدي أكون تنتبهوا على الحديث، يعني النبي قال يقال لصاحب القرآن، ما قال يقال لقارئ القرآن. ما أجمل هذا الحديث، يعني صار القرآن صاحبه. وين ما بيروح حياته كلها قرآن، عنده وردة من القرآن لا يتخلف، يصحبه القرآن في سفره. مقصود مو أنه تحط نسخة من القرآن في الهاتف، أو في صدرك في قرآن، أنت عندك دائما القرآن معك أينما توجهت، يصحبك القرآن. يقال لصاحب القرآن، ما أجمل التشبيه الرائع. هل القرآن يصحبنا؟ خلينا نكون صرحاء، كم حظ صحبتنا مع القرآن الكريم. إمتى؟ في ناس ما بتفتح القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، يعني هذول بفكرين حالهم شغلة كثير كبيرة، جزاهم الله خير طبعا. لكن لا تغرنكم هذه المصاحف والمعلقة، بدنا نقرأ قرآن، بدنا نفهم هذا الكتاب العظيم الذي فيه الخير النور. ما هي صلتنا بكتاب الله عز وجل؟ على مقدار صلتنا بالقرآن على مقدار النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. طيب، يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا سلام، الله الله. حتى هنا أذكر كلمة لأحد علماء الشام وهو شيخ القراء، الله يرحمه، شيخ قراء مساجد زيد، اسمه الشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن رحمه الله تعالى المعمر، عاش 100 عام. هذا الرجل القرآني الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، ومكث أكثر من 70 عاما يعلم القرآن، يقول الجنة، يخبر الشيخ نعيم على خصوص، يقول له الجنة شو بدي فيها إذا ما فيها قرآن؟ يعني الجنة حلوة لأن فيها القرآن. هذا عنده ورد من القرآن الكريم. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي من حديث ابن عباس: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. يعني البيت خربان، بدك تعرف بيتك عامر يكون فيه قرآن، هذا مفهوم المغايرة. البيت العامر فيه قرآن، البيت ما فيه قرآن بيت خرب. صلى الله على سيدنا محمد. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال: مثل الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. شوف التشبيه، ما أحلى تشبيه، رائع من سيدنا محمد. يعني شبه اللي ما بيقرأ القرآن مثل التمرة، طعمتها حلوة بس ما لها ريحة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. واحد عم يقرأ بس مو مآمن بالقرآن، بس القرآن طيب بس طعمته حقيقته يعني مرة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح، الحنظلة ما له ريح وطعمها مر. اللهم حلي أيامنا وأوقاتنا بالقرآن الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، صلى الله على سيدنا محمد. وأخرج الإمام أحمد في مسنده
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء. شوف الكلام أحلى. قال له: القرآن هو روحك في السماء وذكرك في الأرض. يا سلام، في أحلى من هالكلام؟ يعني بدك الله عز وجل يرفع قدرك؟ القرآن. وما رأيت أحدا عاش مع القرآن وخذله الله، أبدا، لا يمكن. إذا أردت الدنيا عليك بالقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن: فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، صلى الله على سيدنا محمد. سأضرب أمثلة مع العارفين. العارفون والصادقون والمحبون هم الذين يؤثرون تلاوة القرآن على كل ما سواها حتى يأخذوا أفضل الأجر. تبلغ التلاوة كمالها عندما يقرأ العبد ورده القرآني غضا رطبا، فيغمر قلبه بالطمأنينة والسكينة. يعني يعيشون مع القرآن، يعيش مع القرآن. أنا أعرف أحد أكابر العلماء في الشام رحمه الله تعالى، كان كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عنده قراءة من القرآن. هلأ تسألوني كم أقرأ؟ ذكرت لكم في مقدمة الحديث 5 أجزاء تقرأ، ما في مشكلة حتى إذا كنت حافظا، لكن قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني لو قرأت كل يوم 2 صفحات 10 أيام تختم جزء، حافظت على المراجعة هاتين الصفحتين، خير على خير. كيف تراجعهم؟ السنة القبلية لصلاة الفجر، السنة القبلية لصلاة الظهر، السنة البعدية لصلاة المغرب، السنة البعدية لصلاة العشاء. هذه السنن الفرائض. فدائما أنت عندك وردك من القرآن اللي بتحفظه تراجعه. المهم أن لا تترك. النبي قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا أعينكم حظها من العبادة. أعطوا أعينكم حظها من العبادة. شو يعني؟ اطلع بالقرآن، انظر أنت تقرأ، حتى لو كنت حافظا للقرآن الكريم. طيب، الله الله. وقال الإمام الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته. وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وإلا أنا أعلم فيما نزلت. ولو أعلم أن أحدا أعلم ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني. يعني عنده قرآن أكثر مني وعنده علم القرآن، لأتيته، رحت لعنده. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن جماعة من السلف كانوا يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل 8 ليال ختمة، وآخرون في كل سبت ختمة، وآخرون في 5، وآخرون في 4، وكثيرون في 3. يعني 3 ليالي 3 ليالي كلهم بيقرأ 10 أجزاء في ناس. نعم، أنا أدركت أمثال هؤلاء الكرام. طيب، وكان الأسود بن يزيد بن قيس يختم القرآن في رمضان كل ليلتين، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال، كل 6 أيام كل يوم يقرأ 5 أجزاء. طيب، يعني برمضان كان يقرأ كل يوم 15 جزء،
والله نحن الواحد إذا قرأ له صفحتين فكر حاله صار شيخ الإسلام وبركة الأوان وما شاء الله، يعني صعب إنك تحكي معه كمان. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الله الله الله، اللهم صل على سيدنا محمد. كان بعض السلف إذا قرأ السورة ولم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، فإذا مر بتسبيح وتكبير سبح وكبر، وإذا مر بدعاء واستغفار دعا واستغفر، وإذا مر بتخويف أو رجاء استعاذ وسأل الله. فذلك معنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته. شو حق التلاوة؟ أنك إذا سمعت آية تأمرك مثلا بأمر معين، سمعنا وأطعنا، ترعوي، تتذكر، تعيش مع القرآن. الإمام أبو حنيفة دخل السوق مرة فسمع قارئا يقرأ القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فأخذ لحيته وأخذ يبكي ويقول يا من يجزي بمثقال ذرة بمثقال ذرة خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر عبدك النعمان من النار. لأنه كان يعيش مع القرآن، الآن بيسمع القرآن كأنه لا يعنيه. الله قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شوف وين ذكرك أنت في القرآن. كان أحد العلماء يمر على آيات القرآن يقول أنا وين، مثلا قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقول لك أنا عم ساوي قيام ليل ولا لا؟ دائما فبدي يكون عندك ورد من القرآن. لا، كل واحد منا كل يوم إن كان تلاوة أو حفظ أقل شيء جزء، أقل شيء جزء، كل شهر أقل شيء تختم ختمة من القرآن الكريم. الله 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 الله. وكانوا حريصين على تعليم القرآن وتلقينه ابتغاء وجه الله. في أحد القراء السبعة اسمه الإمام حمزة كان مشهور بتقرئه للناس كثير، قرأوا القرآن لله، حتى أنه مرة وقع في البئر فالناس مدت إيده يعني مشان تساعده، فكل ما يمد واحد إيده مشان يطالع يقول له أنت قرأت علي أنا ما بدي أجرة. حتى قال الإمام الشاطبي وحمزة ما أزكاه من متورع إماما جليلا للقرآن مرتلا. بعدين يحكي في قصيدة طويلة وهم يقول وليس على قرآنه متأكلا، لله، هذا يعيش مع القرآن، حياته القرآن. ما حكينا لكم عن الشيخ أبو الحسن الكردي رحمه الله تعالى يقول للشيخ نعيم العرقسوسي بيقول له أنا شو بدي بالجنة إذا ما فيها قرآن؟ حلاوة الجنة، طابت الجنة بالقرآن الكريم، بكلام الله عز وجل. طيب، وقال الفضيل بن عياض حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن الكريم. الله يرضى عنه. هذا يعني والله شيء ينبغي لأهل القرآن أن يعيشوا مع أهل القرآن هؤلاء. وعن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن محمد بن كعب قال من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 200 سنة. يعني الله عز وجل بيكرمه، ما بصير معه زهايمر، ما بصير معه تخريف أبدا، ولا يرد إلى أرض العمر إذا كان قد جمع القرآن الكريم. يعني القرآن هلأ مو واحد مثلا يتجاوز 70 قلوا له مشان تمرن الذاكرة تعلم لغة جديدة تعلم كذا، من حفظ القرآن وقرأ القرآن واستظهر القرآن وراجع القرآن وحافظ على تلاوة القرآن وحافظ على ورده من القرآن لا يمكن أن يصيبه الخرف أبدا. وذكر شاعر الإسلام المفكر الكبير محمد إقبال أن أباه رآه يقرأ القرآن لأيام متتالية، وفي كل مرة كان يسأله ماذا تفعل، فيجيبه ولده أقرأ القرآن، حتى
أصابته السعامة من سؤال أبيه، يعني مل، ماذا تفعل؟ فيجيبه ولده أقرأ حتى مل من هذا السؤال، وهو يكرره كل يوم ومن نفسه وهو يجيب بذات العبارة على سؤال أبيه. ثم قال له ذات يوم: يا بني اقرأ القرآن، وكأنه يتنزل عليك. ومن ذلك اليوم يقول: وأنا أتمعن بكل آية في كلام الله وأشعر أنها نزلت إلي. قال له: أنت لما كل يوم بفوت بشوف ابنه عم يقرأ القرآن، يقول له: شو عم يساوي؟ عم يقرأ القرآن كل يوم. حتى محمد إقبال يعني قال: مل من السؤال. ففي يوم من الأيام قال له: يا بني اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. فهذه أحدثت هذه الكلمة يعني تغير كبير في حياته، أنه أنا عم بسمع الآية هي إلي، هذه حظي، أين تطبيقي لها؟ قال: اقرأ القرآن كأنه يتنزل عليك. ومن مستلزمات التلاوة وآدابها فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله، وفهم فضل الله عز وجل ولطفه بخلقه، وتعظيم القرآن للقرآن تعظيم لله عز وجل. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله الله. قال طبيب القلوب وهيب ابن ورد ابن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فرحم الله أقواما كانوا إذا مروا بآية فيها ذكر للنار فكأن زفيرها في آذانهم، وإذا مروا بآية فيها ذكر للجنة فكأنهم فيها منعمون، وطربت بنعيمها وتنبعث بواطنهم شوقا إليها. ومن الصالحين من مات من سماع آيات العذاب كعلي ابن الفضيل ابن عياض وزرارة ابن أبي أوفى وغيرهما كثير كثير. يعني نحن شاهد، عشان ما طول عليكم، بدنا نعيش مع القرآن، لكن حتى نخلص بنتيجة: أولا القرآن عز لك في الدنيا والآخرة، القرآن تطهير لقلبك من الأحزان والأكدار فهو ربيع القلوب، القرآن نور لك في الظلمة، القرآن يقوي لسانك ويقوي حجتك ويرقق قلبك ويقضي حاجتك. لذلك القرآن مجمع الخير، القرآن كلام قديم لا يمل سماعه، به أشتفي من كل داء وأحتمي. القرآن يعني القرآن القرآن يعني: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. القرآن أيضا ينبغي أن نحرص على تلاوته. الذين قال تعالى: آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. قالوا: حق التلاوة أنك أنت تفهم معناه، حق التلاوة أنه هو موجه لك، حق التلاوة أن تحافظ على حظك ووردك من هذا القرآن الكريم كل يوم. مهما يعني الآن أنت إذا عندك كورس، عندك برنامج غذائي أو رياضي تحافظ عليه، فكيف إذا وردك القرآن هذا معك؟ لأنه النبي سماه صاحب القرآن. عندك نصف جزء، عندك جزء استطيع، المهم قليل دائم خير من كثير منقطع. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله.